تعالي النهارده اقول لك على شويه افكار وحيل هتفيدك جدا في بيتك. بس لو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تكتبي لي بتتابعيني من انهي بلد، عشان ده بيساعدني جدا. اول حاجه كده يا ست، كل الليمون اللي بايظ عندك ما ترمهوش من النهارده، حوشيه لحد ما يبقى معاكي كتير كده، وفي الفريزر تستخدميه بقى عند اللزوم كده. هتجيبي سلكه المواعيد الستانلس دي وهتبتدي تحطي فيها نص ليمونه كده، طبعا هو في الفريزر يبقى سهل معاكي الاستخدام، تقطعيه بسهوله. هتحطيها بقى اثناء اكله زفره بقى، حاسه ان الكوبايات ما بقتش فيها لمعه، حاسه ان الكوبايات ما بقتش ريحتها كويسه، هتستخدميها. تعالي بقى لو عندك ليمونه تانية برضو بايظه كده ما ترميهاش، برضو زي ما احنا اتفقنا تحطيها في الفريزر. واقول لك على فكره تانية برضو حلوه قوي، الكوبايات كلنا كده عندنا ساعات مع النسكافيه والقهوه والحاجات دي بتصفر معاكي وما بتبقاش شكلها كويس كده، وكمان ساعات ريحتها بتبقى كارفه كده مكان المواعين، وما ينفعش اصلا نصبنها بنفس الليفه اللي بنصبن بيها اسماك او لحوم او الكلام ده خالص. هتجيبي بقى ليفه المواعين الاسفنجه دي كده وتبتدي تقطعي فيها قطعه كده، تفتحيها وتاخدي بقى شريحه من الليمون وهتحطيها جواها مع الصابون السائل بقى اللي انت بتستخدميه، بجد هتستفيدي منها بروائح جميله جدا، وكمان تعطير وكمان تعقيم، وهترجع لك الازاز كده يبرق والمواعين بتاعتك بجد جميله جدا. تعالي بقى عند كونتر التقطيع اللي هو بتاع اللحوم والبصل او الفلفل اللي احنا بنقطع عليه العادي جدا، هتبتدي هنا تستخدميه، بتيجي تقطعي عليه اي حاجه بيبتدي يتحرك معاكي، وده خطر جدا على ايدك وممكن لا قدر الله تتعور. هتجيبي قطعه من ورق مناديل المطبخ وهتبتدي تحطيها تحتيه كده، تبليها كده بله خفيفه وهتحطيها تحتيه، وانتي تماما ان هو يتحرك خالص هيبقى ثابت معاكي بالشكل ده، تعرفي تستخدميه كده وما يبقى سهل معاكي خالص. كلنا طول عمرنا بنقطع الفلفل غلط، كلنا بنقطع الفلفل بنيجي نقطعه وناخد البذور مع الفلفل ونبهدل بيه الدنيا، وبيبقى طبعا بيملى السلطه وما نعرفش نفصله تماما. الصح ان احنا نعرف كده القواعد بتاعه الفلفل، في 3 قواعد وفي منه 4، لو هو 3 هتمشي على حسب الاتجاهات الثلاثه، لو هو 4 هتفتحي 4 اتجاهات حسب اتجاه الفلفل. الطريقه دي صح وبتطلع البذور سليمه والفلفل نضيف جدا، وطريقه نظيفه جدا وسهله. تعالي بقى للمستاكة اللي بتفضل في الدرج مفتوحة بالطريقة دي، طبعا بتفضل مفتوحة طول الوقت واخدة مكانه ومكركبة ومش عارفة تقفليها ولا ليها حل. الحل انك تجيبي اي ازازة بلاستيك عندك، تاخدي اللي هي البلاستيكة اللي فوق كده في رقبة الازازة وتبتدي تدخليها بقى في الاشياء اللي هي مفتوحة عندك في الدرج وعند الاستخدام، تطلعيها وبعد ما تخلصي هتدخليها كده في منتهى السهولة، تفضل مضمومة معاكي وملمومة ومش واخدة مكان ولا حيز ابدا. تعالي بقى للمقص اللي تلم ومبقاش بيقص زي الاول كده ومبقاش حلو خالص زي زمان، تعالي اقول لك تعملي له ايه. هتجيبي المقص كده بالشكل ده وهتبتدي تعملي له كده رايح جاي شمال ويمين في قص في الورق الالومنيوم كده. عايزه اقول لك الفكره دي بتحميه جدا وكانك سنتيه بجد، جربيها واعتمديها لان فعلا هتفرق معاكي في المقصات كتير جدا، شمال ويمين كده هيحمى معاكي وهيرجع جديد زي ما كان. شايفه بالشكل ده كده شمال ويمين، وتقطعي الورقه كده في كل الاتجاهات بالمقص هيفرق معاكي جامد. تعالي بقى لورقه المطبخ اللي احنا خلاص بنرميها، لا النهارده هحلك بيها مشكله بتواجه اطفالنا وهم رايحين المدارس الصبح، وتقعدي تدوري على التوك وتقلبي الدنيا عليها، لا عايزه اقول لك هتجيبي قطعه منها كده وهتلمي فيها كل المشابك وكل البنس اللي مكركبه الدرج وتقعدي تقلبي عليها الدنيا الصبح، لمي كل التوك الاستك كده فيها والمشابك والبنس وكله كله كده فيها، هتحل لك مشكله وهتبقى قدام عينك كل اللي انت عايزاه تسحبيه. انا كده خلصت الفيديو، يا رب تكون افكاري عجبتك، لو عجبتك افكاري واستفدتي بواحده منهم حتى لو على الاقل ما تبخليش عليا بلايك حلو منك وشير للفيديو عشان غيرك يستفيد.